لو ابنك كل شويه بيقول لك يا ماما انا نفسي ابقى رسام، ماما انا نفسي ابقى مغني، ماما نفسي اعزف، ما تزهقيش ابدا. بس احنا هنقول لك ازاي تكتشفي فعلا مواهب ابنك عشان تساعديه ينميها. اول حاجه تعمليها اعملي ليست بالحاجات اللي ابنك بيحبها او بيشو انترست فيها، وده عن طريق متابعه كل تفاصيله وكمان انك تساليه وتسمعي هو هيقول ايه. تاني حاجه عرفيه دايما عن حاجات جديده حتى لو هو مش مهتم قوي بيها، بس لما يجربها ممكن يعرف اذا كان بيحبها ولا لا. يعني جربي ترسمي معاه، تلوني، تتفرجوا على افلام مناسبه لسنه سوا، تقروا، وكمان ممكن تجربوا تكتبوا حاجات بسيطه. تالت حاجه قبل ما تلتزمي بكورس الموهبه اللي هو مهتم بيها لازم تخليه يجرب الاول، والحاجه اللي يستمر في حبها وتعجبه يبقى هي دي اللي ممكن تلتزمي بيها وتستثمري في ادواتها. رابع حاجه ادي لابنك مساحه وقت وحريه عشان يقرر، لان اكتشاف الموهبه بياخد وقت. خامس حاجه واخر حاجه انك تعلمي ابنك امتى يتراجع. في بعض الاهتمامات ممكن تقف في مرحلة المراهقة، لو لقيتيه حابب يوقف واكتفى من الموهبة دي ما تحطيهوش تحت ضغط وساعديه يلاقي موهبة تانية. احنا في نفهم منصة تعليمية مؤمنين بالمواهب وتنميتها، عشان كده هنساعدك دايما تكتشفي اولادك بطريقة صحية تساعدهم يطوروا في دراستهم وفي حياتهم. تقدري تعرفي اكتر عن دروس نفهم اونلاين بمناسبة العام الدراسي الجديد عن طريق صفحتنا على الفيسبوك او تزوري موقعنا نفهم by tyro.com.